بدك ياني انا اشتغل عندكم بالاتحاد؟ هذا الشغل مناسب إلك، عم يدوروا على محاميه واكيد ما رح يلاقوا احسن منك. طيب انت حكيتي لهم عني شيء؟ ما ذكرت اسمك بس قلت لهم انه في وحده بعرفها، اذا عندك وقت باخذك معي وبتتعرفي عليهم بيكون احسن. من برا مبين عليهم قاسيين بس من جوا مثل الاولاد. والله ما بعرف، الشغل ممتع، على طول عنا دعاوي وعنا هموم العمال. لك عن جد العمال ضايعه حقوقهم يا نيفين، لما احمد وعزيز كانوا يحكوا لنا ما كنت اهتم بحديثهم، بس طلع معهم حق، والله انا صارت ارائي مثلهم من الدعاوي اللي عم شوفها كل يوم، بس لانه الكبار صاروا هن الاعضاء واستلموا الاداره بلشوا يسرحوا العمال، لك شو دخلهم هن، بس هذا اللي عم يصير. المهم شو رايك؟ انا بتمنى وكثير حابه، بس شو مشان زهره؟ يعني معقول ضلي قاعده بالبيت بكره بتعفني الا ما تلاقي لك شي مربيه؟ ليش ما بتحطي زهره عند ستك؟ ممكن ما؟ طبعا ممكن. ماشي، لكن بكره الصبح تعي على الاتحاد. ماشي. كملي نومتك، أنا بحط فطور لحالي. أنا طالعة. لوين رايحة؟ في عندي مقابلة شغل. نيفين نحن ما خلصنا من هالموضوع؟ لا ما خلصنا منه، أنا بدي أشتغل. عم تعملي هيك قصداً؟ عم تعانديني؟ كم مرة قلت لك إنه ما بدي إياكي تشتغلي؟ شو عم بحكي مع حيط؟ غسان أنت قلت ما بدك يعني أشتغل، بس أنا قلت لك إنه بدي أشتغل، يعني مو أنا يلي عم عاندك، أنت يلي عم تعاندني. ما رح تروحي نيفين؟ رح روح. وما رح تشتغلي؟ رح أشتغل غسان. طيب وزهرة؟ فكرتي فيها؟ رح حطها عند تيتي. لازم تبهدلي البنت هون وهنيك؟ تيتي رح تهتم فيها أكثر مني. يعني أنت مقررة؟ إيه. طيب وين رح تشتغلي؟ وشو هو الشغل؟ رح أشتغل محامية بالاتحاد. بالاتحاد لكان؟ يا عيني على هالشغل. يا رفاقي، الحكومة عم تعامل رفاقنا من العمال ومن الكادحين معاملة قاسية كتير، وصارت عدائية وأكثر من الأول كمان، وكلياتكم بتعرفوا، وبالأخص رفاقنا اللي بالتنظيمات واللي عم يتعرضوا لضغوط كتير وزادت مع الوقت، بس رفاقنا بالتنظيم عم يحاولوا يقنعوا رؤسائهم أنهم يقدموا لنا الدعم، ومنشان هيك الإداريين لازم يكونوا ملمين بكل شيء مهم وبكل المعلومات والمستجدات، أشخاص مثقفين مثل رفاقنا بالتنظيمات وأكثر كمان. أكيد. وهلأ يا رفاق، بدي أعرفكم على رفيق أحمد تأشير المحترم. مرحبا يا رفاق. أهلين رفيق. أحمد بيك، واعتبارا من هذا اليوم رح يبلش الشغل عنا كمستشار إداري لعملية التوجيه، وكل المواضيع اللي حكيت عنها رح يقدم لمحة عن خطط تنفيذها، وكل منظمة رح يتم توجيهها داخلياً ولحالة طبعاً، والمسؤول الوحيد عن تطبيق هالبرنامج الرفيق أحمد. يا ريت نلاقي محامي شاطر، لأنه الشغل كتير صعب وبده بال طويل كمان، والراتب ماله كل هالقد منيح بالحقيقة. ألو، المصنع اللي بعلي كوي؟ ما في حدا يمثلنا هنيك؟ ايه خليه يشوفه. ماشي ماشي، يلا مع السلامة، بنحكي بالموضوع بعدين. ايه مثل ما قلت، وشروطنا واضحة، اذا بتقبلي حضرتك. الو، ايوه، ايه ببورصة. ايه انا موافقة. ايه ايه يلا تعي. تمام ماشي ماشي، في شباب جايين من بورصة دقيقة. رزان، رح يجي مستشار من التنظيم لعنا مشان يلقي كلمة، يا ريت تجهزي كل شيء وتخبري الشباب كمان. ماشي ماشي. الو، خلص حجزت بالاوتيل 10 اشخاص. ايه
ايه بس هن قالوا انه في لنا تخفيض. يعني انقبلت في الشغل؟ طبعا انقبلتي، الف مبروك، وبكره رح تبلشي. ما كنت متخيله هيك ابدا. ليش انت شو كنتي متخيله؟ مو هيك بهالبساطه. هن كثير بسيطين، ما في عندهم تعقيدات. خلص انقبلتي.